بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائي تلاميذ الصف الرابع، برحب بكم مستر حامد البيومي في تاني حلقات رياضيات الترم التاني لسنة رابعة. اسم الدرس تحليل الكسور. خدنا الدرس السابق إزاي نكون الكسر. تعالوا نتعرف على معنى تحليل الكسر. معنى التحليل يا أولاد إن أنا بقسم أو بجزأ الواحد الصحيح رغيف عيش، مسطرة، جنيه إلى كسر اعتيادي وإلى أجزاء أصغر. يبقى أنا لو جزأت الواحد الصحيح إلى أجزاء أو ده اسمه تحليل الكسور، لو جزأت الكسر الاعتيادي لأجزاء أصغر منه يبقى تحليل الكسر. تعالوا نشوف كده، ده كأنه رغيف عيش أو قرص دوار، لو عديت الأجزاء تلاقيهم 8 أجزاء. طيب لو انا فككته يبقى كل جزء اسمه ايه؟ اسمه تمن، لانه مقسم من 8 اجزاء. طب لو عكس السؤال، معايا الثمان اجزاء وجمعتهم وكانوا 8 اجزاء متساوية، هيدوني مين؟ هيدوني الواحد الصحيح. يبقى القاعدة اهي، عند تجزئة الواحد الصحيح اللي بيعادل 8 أتمان حصلنا على إيه؟ على أجزاء متساوية. طب لو أنا خدت ده وده يبقى اسمهم 2 من 8. طب الجزء المتبقي 6 من 8. طب لو 2 اتجمعوا يبقى 8 على 8 اللي بيمثلهم الواحد الصحيح. تعالى نشوف شريحة أخرى، يمكن استخدام كسور الوحدة، وخدنا قبل كده معنى كسر الوحدة يعني إيه؟ اللي بسطه واحد، أو الكسور الاعتيادية في تحليل الكسور. تعالى نشوف إزاي نستخدم كسور الوحدة. شايف الشكل ده؟ آه، ده 4 أجزاء. طب الجزء الملون يبقى جزء من 4، يبقى بيمثل ربع. طب ما هو ده برضه ربع أهو، طب ما هو ده برضه ربع أهو. طب لو خدنا كسر الوحدة هنا وهنا وهنا يبقى ربع زائد ربع زائد ربع، يبقى التجميعة النهائية 3 أرباع. طب ممكن ال3 أرباع دول أحصل منهم على شكل آخر؟ آه، الشكل ده 4 أجزاء وأنا لونت واحد يبقى ربع، الشكل ده 4 أجزاء وأنا لونت 2 يبقى ربع زائد ربعين، تبقى الإجابة 3 أرباع. أصبح النتيجة النهائية هنا 3 أرباع وهنا 3 أرباع، والاتنين متساويين، بس هنا من قصور الوحدة، هنا كسر وحدة وده مش كسر وحدة. يلا نشوف شكل تاني، الشكل ده مقسم ل6 أجزاء، ما دام 6 أجزاء يبقى كل جزء بيمثل إيه؟ 1 من 6. طب اتلون كام واحدة؟ 5، يبقى سدس زائد سدس زائد سدس زائد سدس زائد سدس، تبقى الإجابة النهائية 5 أسداس. طب لو قال لك عدد قصور الوحدة أقول له 5، ليه؟ لأن البسط بتاعها 5، يبقى لو سأل على عدد قصور الوحدة أقول له 5. طيب هنا ده مقسم 3 أجزاء، يبقى كل جزء تلت والتاني تلت والتالت تلت، يبقى 3 تلات اللي هم الواحد الصحيح. طب لو أنا سألتك عدد قصور الوحدة كام؟ أقول له 3، عدد قصور الوحدة 3 الملونين، هنا عدد قصور الوحدة 5 الملونين. السؤال اللي بعده ظريف قوي يا ولاد، بيقول لي لاحظ النقطة اي على خط الأعداد، أدي الاي أهي. طيب ثم حدد عدد قصور الوحدة 5 اللي أنت محتاجها عشان تروح للاي. أقول له فهمتك، الخط المستقيم ده مقسم إلى 5 أجزاء، يبقى كل جزء اسمه 5، الجزئية دي 5 والجزئية دي 5 والجزئية دي 5 والجزئية دي 5، يبقى أنا عديت كام جزء؟ 4 أجزاء، يبقى أنا محتاج كام؟ 4 قصور وحدة، يبقى عدد قصور الوحدة علشان أوصل لحرف الإي 4. طب ليه؟ لأنها جت مكونة من 4 أجزاء، كل جزء اسمه 5، 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، تبقى الإجابة 4 تخماس، لكن عدد قصور الوحدة 4.
طيب عايزك تحلل الكسر الاعتيادي 5 على 6، ولكن مش بطريقة واحدة، بطرق مختلفة. أوكي، 5 على 6، مادام المقام 6 يبقى الشكل مقسم من 6 أجزاء، فمستر حامد عمل مستطيل من 6 أجزاء. طب أنا عايز أفككه، هم 5 من 6، رحت ملون لونين بالأصفر، يبقى دول اسمهم سدسين، 2 على 6، ولونت 3 بالأخضر يبقى 3 على 6. طب لو أنا جمعتهم يبقوا 5 على 6، يبقى المستر عمل لهم عملية إيه؟ تحليل بطريقة معينة. لمين؟ للخمسة. طب عايز طريقة تانية، أقسم الخمسة إزاي؟ واحدة بالأخضر وأربعة بالأصفر، طب ما هم برضو هيبقوا 5 أجزاء، يبقى اللي بالأخضر اسمه سدس، والأربعة دول 4 أسداس، ولو اتجمعوا يبقوا 5 أسداس. الملون هنا قد الملون هنا، ولكن دي تقسيمة ودي تقسيمة، ده تحليل وده تحليل آخر، ونفس المسألة 5 أسداس، أقدر أحللها بشكل تاني، 2 بالأصفر 2 بالأخضر، واحدة لبني، اللبني سوتس لأنها واحدة، 2 خضر سوتسين، 2 صفر سدسين، اجمعهم يبقوا 5 أسداس. يبقى ده ايه يا ولاد؟ تحليل بشكل آخر. واحدة كمان، أقدر أعمل واحدة صفرة، وأقدر أعمل واحدة برتقاني، و2 خضر، صح ولا لأ؟ وواحدة لبني. طب دي سوتس، واللبني سوتس، والبرتقاني سوتس، و2 الخضر سوتسين. طب جمعهم يبقوا 5 أسداس. يبقى المستر عمل التحليل بأكتر من طريقة لل5 أسداس. تعال نشوف المثال الجميل ده، مريم محتاجة 5 أتمان كيلو جرام من الدقيق عشان تعمل تورتاية، يبقى التورتاية محتاجة 5 أتمان من الكيلو من الدقيق. طيب هي عندها معيار كوب بياخد 8 كيلو جرام من الدقيق، يبقى هي محتاجة تعبيه كم مرة علشان تقدر تعمل تورتاية عيد الميلاد؟ أقول له سهلة، نفكر التمن يتكرر كم مرة علشان نوصل 5 أتمان، تمن وتمن تمنين وتمن 3 أتمان وتمن 4 أتمان، وصلنا 5 أتمان. طب كده اتكرر كم مرة؟ 5 مرات. يجي ولد أذكى مننا يقول معناها التمانية قد التمانية، واحد في كم بخمسة؟ واحد في خمسة، يبقى احنا محتاجين 5 مرات علشان نوصل للتورتاية والكمية الدقيق. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط بمفهوم يا ولاد. يجي ولد يسأل، أمال فين التدريبات بتاعة الدرس؟ الحلقة الجاية تدريبات الدرس على تحليل القصور وتكوين القصور وحلول كل أسئلة سلاح التلميذ. استنونا وتابعونا.